عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت وعدد من المسؤولين للاطلاع على تطورات مشروع الشبكه الحكوميه الموحده لربط الجهاز الاداري للدوله ودعم قدرات دوله البيانات الحكوميه على نحو امن وسريع ومتطور. وفي اجتماع اخر مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وجه الرئيس السيسي بمواصله تنميه قطاع الاتصالات ومسانده الشركات المصريه الناشئه العامله في هذا المجال وتشجيع توسعها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع الشبكه الحكوميه الموحده لربط الجهاز الاداري للدوله لدعم قدرات تداول البيانات الحكوميه على نحو امن وسريع ومتطور بما يؤهل الجهاز الاداري للارتقاء بكافه الخدمات الحكوميه للمواطنين كما اطلع سيادته على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول، إلى جانب تطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة. كما اجتمع السيد الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعه معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصه ما يتعلق بتطورات تنفيذ مبادره مصر الرقميه التي تهدف لدعم الاداء الحكومي من خلال توفير احدث الخدمات الرقميه للمواطنين على مستوى الجمهوريه. فضلا عن جهود النهوض بتصميم وصناعه الالكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للاجهزه وتصميم الدوائر الالكترونيه بالاضافه الى مستجدات التوسع في بناء قدرات الكوادر البشريه وتدريبهم على المهارات الرقميه بهدف الاستفاده من المميزات التنافسيه لمصر كدوله واعده في تقديم خدمات التعهيد وزياده الصادرات الرقميه وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر لسيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريا وماديا، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويتكامل مع استراتيجية الدولة لإعداد أجيال متميزة من الشباب المصري القادر على المنافسة العالمية ومواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي.